معنا عبر الهاتف السيد حبيب الدقاق عن حزب الاتحاد الدستوري. مساء الخير أستاذ الدقاق، ما هي أهم الخطوط العريضة لبرنامج حزب الاتحاد الدستوري استعدادا طبعا لتشريعيات 7 أكتوبر القادم؟ اختار الاتحاد الدستوري عن قصد أسلوب الميثاق. هذا الميثاق كيتصف بالواقعية والعقلانية والصدق، ويقدم البدائل الممكنة المبنية على الدراسة والتجربة والممارسات. استعراض قرر تقديم وعود مغرقة في الأرقام والتركيز على ميثاق بأربعة محاور للتدابير ذات الأولويات يجسدها مئات من الإجراءات. كذلك في مواقفنا وقناعاتنا أن الاتحاد الدستوري يفتخر بانتمائه للوطن والثقة في مؤسساته، ويقدم مشروع مجتمع يهدف إلى إعادة المغرب لكل المغاربة. دور الحزب هو خلق مناخ ملائم كي يتسنى لكل مواطن الاستفادة من خيراته. قدمنا ميثاق في شكل وثيقة لأنه يجسد رباط وتعهدات بين الحزب تجاه المواطنين. هذا الميثاق لأننا إن قلنا الأرقام غير الحقيقية سيكون ذلك كذبا على المواطنين. فهذا الصدد أن إعداد هذا الميثاق تم مع هيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين عبر ما كنا نسميه بخميس الاتحاد الدستوري. منهجيتنا أنها فيها أولا عدة متدخلين تحت إشراف وقيادة المكتب السياسي، وكذلك مر بعدة مراحل. اعتمدنا على عمل الفرق البرلمانية، حدثنا منبر للتفكير، إحداث خالية للتتبع، إعداد دراسة، قيام باستشارات، المصادقة على الأفكار الرئيسية. المراحل مر بنا عن طريق التواصل والاتصال والمشاركة وخلق جسور للمناقشة وتبادل الأفكار. مرجعيتنا زوج، الأولى هي ديناميكية المشاريع الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب. أولا هذه المشاريع الديناميكية فيها إصلاحات مؤسساتية كبرى، فيها وفرت المغرب مناخ ملائم ومشجع للعمل السياسي والجيوستراتيجي، وجعلت من المغرب نموذجا استثنائيا. دعم التطور السياسي والديمقراطي وتفعيل المؤسسات، إعداد الأولوية إعطاء الأولوية للقضايا الاجتماعية مثل مبادرة التنمية البشرية، النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، تأهيل الحق الديني بقيادة جلالة الملك وإشاعة ونشر تعاليم الإسلام، المقاربة الأمنية وتفوق المدرسة المغربية في محاربة الإرهاب، الشراكة والتعاون جنوب جنوب ودعم عودة المغرب لإفريقيا، والمقاربة الاستراتيجية لجلالة الملك في تعدد الشركاء ودعم منظوره لكون المغرب ليس محمية تابعة لأحد. ولكن مرجعيتنا كذلك هي حصيلة حكومية دون مستوى الطموحات الحقيقية للمغرب. على سبيل المثال معدل النمو في نقطة الصفر منذ 2012 سجل معدل النمو بعد التباطؤ استقر ما بين 2.7 حتى 4.5. معدل البطالة يزداد قلقا بحيث المعدل العام اليوم هو 10% ولكنه قد يتجاوز 20% بالنسبة لدى حاملي الشهادات العليا. استراتيجية دعم المقاولات PME لم يتم الشروع في تنفيذها، انعدام وجود حكمة ولا التقائية في تدبير السياسات العمومية. المرجعية كذلك أن السياسة والوضعية الاجتماعية منهارة وفي تراجع خطير، بحيث أن نصف الشباب البالغين 15 عام حتى 29 عام هم اللي يدخلون المدرسة وناشطين. البطالة لديهم تصل أعبارهم ما بين 15 و 24 سنة تصل إلى 16.7% و 39% في الوسط الحضاري. المضامين هذا الميثاق 100 إجراء لمغربي فائز، معدل نمو شامل مدمج ومرتبط بجميع الطبقات الاجتماعية وجميع المناطق ومرتبط بالتشغيل، 4 محاور رئيسية، محور اقتصادي ومحور اجتماعي ومجتمعي ثم محور السياسات العمومية وحكمة ترابية. بالنسبة للمحور الاقتصادي نهدف إلى تسريع وتيرة النمو بهدف توفير مناصب الشغل، قوية تمويل المقاولات الصغرى جدا، وإصلاح جذري للنظام الضريبي، ونكتفي بهذا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. أيضا الجانب الاجتماعي والمجتمعي، إنعاش التشغيل وتوسيع سوق الشغل، إصلاح نظام تنفيذ العقوبات بالنسبة لمن تحكم ضدهم العقوبات والذين لا يدفعون، إعطاء دفعة قوية للسياسة الصحية، ووضع نظام حقيقي وشامل للتغطية الصحية. بالنسبة للحكمة تدبير السياسات العمومية نهدف إلى توفير مناخ الاتقاء لدى المواطنين ولدى المقاولات في محاربة الرشوة، دور الدولة أكثر فعالية في تدبير المخاطر ورقمنة المرافق العمومية، وأن الدولة تكون هي المنظم والموجه والمراقب، وأيضا حماية البيئة
وتطوير الاقتصاد الأخضر، لأن المغرب والاتحاد الدستوري يفتخر بأنه كان من المبادرين إلى وضع مقترحات القوانين تتعلق بحماية البيئة. بخصوص الحكمة الترابية، إشراك المواطن أكثر من مما يحصل حاليا وإعطاء معنى لعمله، سريع وتيرة عدم التركيز وتوفير آلية التناسق بين اللامركزية وما بين عدم التمركز، لأن هنالك بالجماعات الترابية بصفة عامة تسير باستقلالية نوعا ما، ولكن بالنسبة للإدارات العمومية الأخرى لا تحقق ذلك. شكرا جزيلا لك الأستاذ حبيب الدقاق عن حزب الاتحاد الدستوري، كنت معنا عبر الهاتف.